من اهم انواع الكتب اللي لازم تكون موجوده في كل المكتبات حقيقي. اللي في البيت، يعني كل واحد فينا لازم يكون عنده ثقافه نفسيه بشكل عام، اذا كانت بقى اسريه، اذا كانت شخصيه، اذا كانت عن علاقه الست بالراجل، اذا كانت عن علاقتنا باولادنا بشكل عام. انت شايفه قد ايه مهم الكتب النفسيه، وقد ايه بتفرق لما بيبقى حد متخصص هو اللي بيكتبها حقيقي. لانه بيكون مش بس متخصص ومعالج وممارس كمان للمهنة، وزي ما بنقول كده بتبقى ايده في الحكاية او ايده في الموضوع. حقيقي اولا انا بحب جدا الكتب النفسية تتكتب. خلي بالك احنا ممكن نعمل محاضرات، ممكن نعمل برامج، ممكن نعمل حوارات، بس انا بحب يبقى في كتاب موجود، لان مش كل الناس بتتفرج على التلفزيون، مش كل الناس مهتمة بان هي تقرا جرايد او كده. فالوعي النفسي لما يجي من خلال الكتب بيبقى حلو جدا، ودايما المكتوب يعني الناس بتستوعبه بسرعة، دايما المكتوب الناس بتدركه بسرعة. يعني دايما القصة او طريقة الكتابة او السرد الكويس ده بيخلي الناس تستوعب الحاجة بسرعة. فأنا بحب وبميل جدا للكتب النفسية من قبل أصلا ما أدخل المجال ده، وأنا بحب أقرأ بصرف النظر عن تخصصك وتخصص شغلك جدا. أيوة. يعني أنا أفتكر أول كتاب قريته وأنا عندي 14 سنة مثلا، كان كتاب اسمه كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس. الكتاب ده وكان لنفس الكاتب ليه كتاب تاني اسمه دع القلق وابدأ الحياة. فالكتابين دول أثروا جدا جدا في حياتي، وأنا لسه عندي 14-15 سنة، يعني بقول يا هادي. أيوة. فلا، الكتب النفسية ليها إضافة للوعي، إضافة صح. للإدراك، أنت بتحس أن دماغك بتكبر بتوسع. أيوة. مهم جدا الكتب النفسية حقيقي. داخل كل بيت ولكل إنسان. إيه الفرق ما بين الكتب النفسية وما بين كتب التنمية الذاتية أو التنمية البشرية؟ يعني بتشوفي إيه الفرق ما بينهم؟ والله هما الاثنين وعي وإدراك، بس أنا بحس أن الكتب النفسية لما بيكتبها متخصص بيكون مش بس بيسرد، لا كمان بيكتب علمه، وده اللي احنا محتاجينه. أيوة. محتاجين ان انا لما افتح كتاب نفسي ما الاقيش اي كلام فيه، لا الاقي كلام علم، الاقي كلام متفق عليه، نظريه تم البحث فيها واثبتت، الاقي اللي كاتب دكتور عامل بحث اصلا اوريدي ودراسات في الموضوع اللي هو او التوبيك اللي هو كاتبه. ده مهم جدا. ليه؟ لان انا هاخد الكلام مش منطلق فكره. خلي بالك انا كنت كاتبه روايات قبل كده كتير، دي فكره، دي افكاري، لما حد يجي يسألني أقول له دي أفكاري، مش مهم خالص أن أنت تاخد بيها. لكن لما نكتب من منطلق علم، لا ده الموضوع بيبقى حاجة تانية خالص، زي الكتب الكتير اللي بقت موجودة عن التربية الحديثة، التربية الإيجابية، الحاجات دي كلها ده من منطلق علم، بقولك في نظرية قالت كذا وتم التجريب وحصل النتائج كانت 1-2-3. فانا مش بس بقولك وجهه نظري لا تاخدها لا ما تاخدهاش، لا انا بقولك من منطلق علم ايه اللي هيخلينا افضل، ايه اللي هيديك نتائج افضل. عشان كده الكتب النفسيه دايما اللي كاتبها طبيب نفسي او اللي كاتبها متخصص نفسي، ده بتكون المعلومات اللي فيها محاطه بالعلم. حتى لو شخص عادي كتبها وبحث وعمل وقال انا رجعت الكتب اكاديميه وي بيفضل في حبه حاجات في المطبخ كده احنا عارفينها. أيوة طبعا، من الممارسه بقى.